شو شوف الخبر ثالث؟ كما أظهرت دراسات أخرى أن فئة شباب تعد الأكثر إهمالاً للقراءة، فلماذا ترتفع نسبة العزوف عن القراءة في صفوف الشباب المغربي؟ عزوف الشباب على القراءة موضوع يتكرر كل عام، في كيف المشكل؟ المشكل كيف بورتابل، هو التكنولوجيا ملي كتدخل لعند أي دولة، ملي كتدخل التكنولوجيا عندها ما لها وما عليها. بالنسبة للدول المتخلفة ولا في طور النمو، هنا كنهضر على العالم كامل، كاين دول ولا في طور النمو ملي كتدخل التكنولوجيا راه كتعيش مع واحد السنوات اللي كلها سلبيه، عارفش كيبداو يكتشفوا ما هو ايجابي. دابا الدري الصغير في القسم كيدخل معاه بورطابل، الاستاذ كيشرح واش هذا بورطابل، في البيت كيقول لي دار مقرا، تيحط الكتاب وكيشد البورطابل. هنا كنهضر على دور الاباء، ربما الاباء هما اللي خصهم يحبوا القراءه لهذا. واذا كان الاب ما كيقراش كتاب ما يمكنش ولدو يقرا كتاب، مشكل. واش كيبان لك عمرك شفتي؟ خذ الشاطئ دابا فتره الصيف، دور الشاطئ من الاول ديالو حتى الاخر، حسب شحال من راجل ولا مرا شادين كتاب، غتلقى نسبة قليله جدا. وحتى الكتب اللي غتلقاهم شادين غتلقى كتاب يا اما مجلات الموضه، ما كتلقاش شي واحد شاد روايه، شي واحد كيقرا شي حاجه تقرا. الوالدين ما تيقراوش، حتى الدراري ما تيقراوش، وهذا ارث. وحتى القرايه في الكتاب عندها واحد اللذه زعما لا توصف، خصوصا كل نهار مثلا كتقرا واحد ساعه وكتوصل فين وصلتي مثلا وكتعلم ديك الصفحه، وغدا وتنرجع بواحد الحب تكمل ديك مثلا الروايه، فصار متعه ولينا كنفتقدوها. وهو هذا غير حلم كنقولوا ملي تنكونوا في المحافل الثقافيه وداك الشيء، كنقولوا كناخذوا كتاب وكنعلموا وكنقراو، ما بقيناش كنقراو. للاسف الشديد ما بقيناش كنقراو. حتى الكتب اللي كاينه دابا، انا تنعقل في واحد الفتره من الزمن كانوا كتب ديال كتاب مغاربه اللي كتاب ميمكنش تفارق معاه. ونتمنى كما قلت لك قبل هاد الاجيال القديمه يبداو يقراو، لانه القراءه مهمه. سي حميد، نمشيو نكتشفوا فقره ثالثه. مرحبا. درس في الحياه.